حاجه تانية، بما اتكلمنا عن صلاح نتكلم بقى على رياض محرز. رياض محرز بيضيع وقته مع جوارديولا، لازم ينتقل طبعا. طبعا تضيع وقت. انا ممكن كنت متحمس انه يروح مع جوارديولا والسيتي ويلعب ويبقى له مساحه من الوقت انه يشتغل ويلعب، لا يوصل لمستوى معين 10 من 10 في المستوى، وبعد كده يقعد قعدوا ماتشين ثلاثه بدأوا احتياطي، يشركوا ربع ساعه 10 دقائق، الفريق يتغلب يبقى هو اول الضحايا انه يقعد على الدكه. كانوا سعيد بعدم نجاحه او ينتظر على الفرصه، مش طبيعي يغيب مباراه عن تسجيل مباشره، وضع غير طبيعي، فلازم يفكر. بس بالمناسبة انت وضعيتك مع صلاح شبيهة بوضعية رفيق مع محرز، انت قريب من رياض محرز، هل تحدثت معاه عن مشاعره؟ محمد ذكر بأنه صار غير سعيد في ليفربول، هل محرز سعيد في السيتي؟ تحدثت معه مرة، نقول لك سعيد نكذب عليك لأنه غير سعيد، يعني أول مرة يعني أظهر لجوارديولا عندما تم استبداله وغضب عليه، يعني قريب لم يصافحه مشى على الدكة، بعد مبارتين حطوا على دكة الاحتياط، يعني شعوره وكأنه حتى أنه متعمل حركة جوارديولا أغويرو عملها مع جوارديولا، أغويرو المباراة القادمة حطوا أساسي، نفس الحركة اللي عملها محرز مع جوارديولا حطوا على دكة الاحتياط مبارتين متتاليتين. بس هو الأكيد فنيا أنه يستحق دقائق فنيا أفضل من اللاعبين الموجودين اللي يلعبوا أساسيين حاليا، من جانب الهداف أفضل هداف في الفريق، وإحنا ذكرنا في استوديوهات سابقة أن أرقامه مع السيتي أفضل من أرقامه أفضل مع ليستر، على الرغم من أن دقائق اللعب أقل بكثير، وأفضل من اللاعبين الموجودين. لو كان فيه أفضل أو لاعبين أفضل منه ونتائج أفضل ممكن نعطي الحق إلى جوارديولا، ولكن النتائج سلبية لا تعطي الحق إلى جوارديولا. صحيح تعامله معه أصبح عامل شخصي، أنا بالنسبة لي لم يصبح يعني من الجانب الفني، لأن عندما تشوف الأداء، أعطيك مثال، أداء مع المنتخب وأداء مع السيتي وكأنه محرز مبتسم، كان ينتظر أصبح مباراة المنتخب، ينتظر أكثر لمباراة المنتخب. لماذا؟ لأنه المدرب المنتخب جمال بلماضي يعطيه معاملة ليس خاصة، يعطيه معاملة أخرى، معاملة يعطيه احترام، يعطيه كل حرية في المنتخب، ولهذا تحس أنه هو فرحان، تحسه يحب يلعب بالكرة وكأنه مختلف مع السيتي، متغير يعني حتى عندما يكون في أحسن أحواله يتغير، يسجل أهداف يغيره، أقل حتى ولو ما يكونش الفريق في مستواه يغيره. الوحيد اللي يتغير الأول هو محرز، أصبح اليوم مشكل. أنا بالنسبة لي رأيي مثل ما قلت له ونعود له، حان الوقت لمغادرة سيتي، يقدر يلعب في أي، يلعب في أي نادي في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني، هو مانشستر يونايتد يلعب، يقدر يلعب في أي نادي، في توتنهام يلعب، في معظم الفرق الإنجليزية يستطيع أن يلعب أساسي كل أسبوع، أي نادي في العالم يتمناه محمد، إنما مش كل وقت. اليوم في برشلونة محرز يلعب طبعا، ريال مدريد يلعب، في أي حتة يلعب. فالنهاردة مشكلة رياض مع جوارديولا إيه؟ إنه ما بيلعبش بصفة استمرارية، وبعدين هو اقول لك لما يلعب ويبقى وحش ماشي، انما هو بيلعب ويتالق وانت بتعاقبه على تالقه، كانه بيعاقبه على تالقه. فالنهارده هو لازم تديله استمراريه، وانا قلت 100 مره ان هو من نوعيه اللاعبين اللي لازم رجليه تبقى في الملعب، يلعب باستمرار وتديله الثقه وتديله الحريه، لانه مصدر خطوره بالنسبه لك. لعيب ثاني رحل، يعني في الوقت الحالي ستيرلينج ومحرز افضل جناحين في فريق مانشستر سيتي دلوقتي. انا هتكلم على، اتكلمنا على ساني بالمناسبه نفس وضعيه محرز. ايوه طبعا، عشان بقول رحل لانه يريد ان يلعب اكثر، احد مشاكله يا راجل ده بيعاقب لابورت ما بيلعبوش ولا دقيقه عشان اخطا في مباراه توتنهام. دلوقتي سيلفا اللي كان من موسمين احسن لعيب في السيتي بيقعد دلوقتي دكه، لعبه مباراه ساوثهامبتون عاوزه ايه؟ يبقى نجم، ما طبعا غايب بقاله فتره، فالطبيعي جدا ان الامور تبقى مختلفة. لا متعب، فتضيع وقت بالنسبة لرياض محرز بقائه في السيتي بهذا الشكل، تضيع وقت لانه موهبة كبيرة. تغير ها؟
تغير بوتريكا. ليه؟ كان دائما في السابق يدافع عن غوارديولا ويهاجم مورينيو، السنه صار يدافع عن مورينيو ويهاجم غوارديولا. لا لا تغير اليوم يدافع عن كبر وتغير. انا تصرفات تصرفات منذ مقابلته مع مورينيو تغير تغير تغير, تغير. الله. طيب دعونا ننتقل الان الى مباراه اخرى فاز فيها ايفرتون على ارسنال.